تاني للمشاهد الكريم عشان التفاصيل كتير جدا في الموضوع. أخيرا ظهر قوة يمنية وطنية مدعومة من القبائل ومتوائمة مع القبائل الجميع في سلة واحدة في مواجهة قوات الحوثي. ليه؟ لأن قوات الحوثي هي مربوطة بحبل سري مع إيران وحزب الله، فبالتالي تمثل أصابع إيرانية داخل الأراضي اليمنية. كل ما جرى هو حصار قوات الحوثي، تخليص العاصمة صنعاء وكل مفاصل الدولة كما أسلفت من أيدي الحوثيين. الآن العاصمة صنعاء بترتدي ثوبا يمنيا خالصا. القوات القبلية مع القوات المؤتمر بتسير في اتجاه تخليص اليمن، وأعتقد أن هناك معركة قادمة في تعز لكي تتم وحدة الأراضي اليمنية وتخليص اليمن من الأصابع الحوثية. تعالوا نشوف علي عبد الله صالح في حديث لمحطة اليمن اليوم، هذه المحطة التي تتحدث باسم حزب المؤتمر. حوار سريع، تعالوا نشوفوا رأي علي عبد الله صالح الذي ما زال بيفرض نفسه على المشهد اليمني بشكل مطلق. إننا في هذا اليوم الثاني من ديسمبر أدعو كل جماهير شعبنا العظيم في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل العزل، في كل الأحياء، في كل مكان، إلى أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية من قبل هذه العناصر التي قامت بهذا العمل الغير مسؤول منذ 3 سنوات، وهي تعبث بمقدرات الشعب وتنهب المؤسسات وتقتحم المصالح الحكومية والوزارات، لا لشيء إلا لانتقام من الثورة والجمهورية، من النظام الجمهوري، من الثوار، من فجروا ثورة سبتمبر، ومن من حققوا وحدة اليمن، ومن من دافعوا عنها، انتقام من الثوار وثورة سبتمبر. وسنفتح معهم صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار، سنتعامل معهم بشكل إيجابي ويكفي ما حصل في اليمن وما حصل لديهم. بيكفي ما جرى في اليمن وما حصل لليمن، ومش اليمن بس يا سيادة الرئيس، ده اليمن وتونس ومصر والعراق وسوريا وليبيا والصومال وجيبوتي، كل الدول العربية. عشان اللي كان بيتكلم بيقول لك الربيع العربي يخرس وما نسمعش صوته لغاية أما ترجع البلاد مرة أخرى إلى ما كانت عليه.